هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. العطلة الأولى. عمل فريد زيداح عدة سنوات في مطعم بباب برد على الطريق بين شفشاون والحسيمة، وقد ربط علاقات مع كثير من سائقي الحافلات ومساعديهم. ثم في العام 2000 اختفى الرجل الذي كان يقترب من 40 من ذاك المطعم. قلة من أصدقائه علموا أنه عبر إلى إسبانيا على متن واحد من تلك القوارب التي كانت تقل المرشحين للهجرة غير القانونية. في دوار قريب من باب برد خلف فريد أمه وشقيقتيه وزوجته، كان قد تزوج منذ ما يقرب من السنة. في إسبانيا لما وصل وذاق مما يذوقه المهاجرون السريون، لم يبق أمامه سوى العمل في الفلاحة. كانوا بالمئات يمضون الساعات الطوال في الحقول المحيطة بألميريا، يأوون بعد يوم مضن من العمل إلى أكواخ لا تستوفي أدنى شروط السكن. في نهاية الأمر بعد سنتين تمكن فريد من الحصول على أوراق الإقامة، لم يعد يضطر إلى التخفي. ثم بعد أشهر غادر مزرعة السينيور لوبيث ليشتغل في مقاولة للبناء. وقتئذ كان القطاع يقبل على أيام مزهرة. صحيح أنه عمل شاق كالعمل في الحقول، ولكن الأجور في قطاع البناء كانت أكثر إغراء. يحلم فريد منذ أن فكر في الرحيل عن باب برد بأن يتمكن من بناء منزل فسيح وأنيق في الدوار، وأن يخرج أسرته من الفقر. ولذلك كان يقتر على نفسه ويعمل لساعات إضافية في أوراش البناء. استقر به المقام في برشلونة حيث يقيم كثيرون من المهاجرين المغاربة. هناك وقع الغربة كان أخف. تعلم السياقة وما لبث أن اشترى سيارة مستعملة بثمن كان في متناوله. مرت 3 سنوات الآن على مغادرته باب برد. اشتاق إلى أمه وإخوته وزوجته. في مايو من العام 2003 كانت أوساط الجالية المغربية تعرف حركة دائبة، هو الاستعداد للذهاب إلى المغرب لقضاء عطلة الصيف. الذين لديهم سيارات يقومون بصيانتها، والذين لا سيارة لديهم يسعون لشرائها. علم فريد أن ما يعاينه الآن يتكرر كل عام. تحدد موعد السفر في مستهل يوليوز، وقد اتفق مع جار له أن يكون في رفقته. لن ينسى فريد زيداح تلك اللحظة التي أركب فيها سيارته في الباخرة التي عبرت بهم المضيق إلى ميناء طنجة. كانت المرة الأولى التي يركب فيها الباخرة. وجد الرحلة ممتعة، محت من ذاكرته رحلته على متن ذلك القارب الذي عبر به مع آخرين من شاطئ قرب القصر الصغير إلى الضفة الإسبانية. حمل السيارة ملابس اشتراها لوالدته وزوجته وشقيقتيه، ولم ينس آخرين من المقربين ومن الجيران أيضا. اشترى الكثير من الحلوى وبعض اللعب. يذكر لما كان صبيا تلك الحلويات التي كان يوزعها على الصغار العائدون من الخارج، أولئك المهاجرون الأولون إلى أوروبا. يتصور أن الصبية سيفرحون حين سيعطيهم من تلك الحلويات ومن تلك اللعب. الطريق من طنجة إلى باب برد اختبار لا يتوقعه سهلا. كان وحيدا على متن سيارته، تلك التي وضع على سطحها حامل أمتعة وحشى مقصورتها حقائب وأكياسا. كانت الساعة تقترب من 1 زوالا لما انطلق. يعلم أن الطريق إلى مدخل تطوان لن يطرح أمامه مشاكل كبيرة، وأن ولوج الطريق المؤدية إلى شفشاون يعني بداية الجزء الأصعب من الاختبار. في تلك الطريق الضيقة المنعرجات كثيرة ومتقاربة.
في 6 مساء وصل فريد إلى باب الرد، يظن أن لا أحد يعلم بمقدمه. أوقف سيارته في باب المطعم الذي اشتغل فيه لسنوات، يبدو أكثر أناقة. سلم على من بقي هناك من أصدقائه، شرب كأس شاي ثم ودعهم. خرجوا جميعهم إلى باب المطعم ليروا السيارة التي عاد بها من مهجره. لم تكن لتبلغ مستوى سيارات فارهة رباعية الدفع يملكها أناس في باب برد والمنطقة. سلك طريقا تنحدر وسط غطاء غابوي كان كثيفا ذات مرة. يعرف جيدا تلك الطريق، ولكنها المرة الأولى التي يسلكها وهو خلف مقود سيارة. يقع سكن عائلته غير بعيد عن مركز واد الملحة. لما أشرف عليه ضغط على المنبه 3 مرات. رأى أمه تقف عند الباب، لعلها لم تعرفه. كان يضحك ولعله أجهش باكيا. هي على بعد 10 أمتار، يود لو يستطيع أن يقفز من سيارته ويسرع إليها فتحضنه كما كانت تفعل لما كان صبيا. كانت المرأة تستغرب تقدم السيارة نحو الباب، ثم ظهرت من خلفها إحدى شقيقتيه وصاحت: فريد، فريد. توقفت السيارة وجاءت المرأة التي بدأ يعتري قامتها النحيفة انحناء. حاولت أن تهرول نحوه، سبقتها ابنتها ووقفت عند باب السيارة. كان منشغلا في فك حزام السلامة، ثم فتح الباب. جاءت شقيقته، احتضنها وقبلها على وجنتيها، وما لبث أن أرسلها إذ كانت أمه قد وصلت. كانت تبكي: ولدي، ولدي. لم تكرر كلمة غيرها وهي تشده إليها بحرارة. رأته شقيقته الصغرى يبكي، ثم مضى يقبل أمه على رأسها ويديها. في باب منزلين لا يبعدان كثيرا وقف نسوة وأطفال يراقبون. دخل فريد إلى المنزل، كانت زوجته في الانتظار. التقاليد لا تسمح لها باستقباله خارج غرفتها. لم يمكث طويلا وخرج. بدأ ينزل ما حمل سيارته من متاع، تساعده شقيقتاه. الواقفون في بابي المنزلين لم يبرحوا مواقعهم. لما أنزل ما فوق السطح ضغط على زر في مفتاح السيارة، فصدر صوت كالصفير، رافقه وميض من أضواء الإشارة، ثم دخل. كانت الشمس قد غابت عن الدوار لما أغلق الباب. في تلك الليلة حكى الكثير من تفاصيل السنوات 3 التي أمضاها في إسبانيا، تلك التي لم يكن يستطيع أن يحكيها من خلال المكالمات الهاتفية. لما انتصف الليل آوى إلى فراشه. لزوجته سيحكي عن اشتياقه إليها وعن أشياء لن يقولها لسواها. أمضى فريد 4 أيام لم يغادر خلالها الدوار. زاره كثير من الأقارب والجيران، ثم قرر أن يأخذ والدته إلى تارجيست لزيارة خالته. يعلم أن ابنها البكر يتاجر في الحشيش، وكان يتحفظ في المضي بعلاقته به أبعد من حدود علاقة القرابة تلك. وكان الرجل واسمه علي وهو بنفس عمره يعي جيدا أن ابن خالته لا يكن له محبة. سيعلم فريد من سياق الحديث الذي دار بين والدته وشقيقتها أن علي أمضى 2 في السجن بعد أن أدين في قضية تهريب للحشيش، وأنه أنهى عقوبته الحبسية تلك قبل 3 أو 4 أشهر. يرى فريد أن ذلك شأن لا يعنيه. أمضي في ضيافة خالته 2، وفي طريق العودة أبلغته أمه بأن خالته تود مساعدتها إن استطاع، وأنها ترغب في أن يهاجر علي إلى إسبانيا. لم يرد على ما نقلته إليه أمه، لاحقا اكتفى بالقول إنه سيحاول الحصول له على عقد عمل. سريعا انقضت العطلة، وهو يستعد للعودة إلى مهجره الإسباني وعد زوجته بأنه سيحاول التعجيل بالحصول على الوثائق التي تتيح له اصطحابها معه إلى إسبانيا. في الليلة الأخيرة من مقامه في الدوار فوجئ بزيارة خالته تلك التي تسكن في ترجيست. جاءت لتودعه وجاء معها ولدها علي. قامت والدته وزوجته وأختاه بواجب الضيافة. كان على فريد أن ينطلق باكرا
حتى يتمكن من تدبير أمر تذكرة الإبحار في طنجة. استيقظ باكرا، كانت زوجته قد أعدت الفطور. قال لها وهو يمازحها إنه سيظل يذكره حتى يعود في المرة القادمة. ضحكت في خجل تعوده، ثم حانت لحظة الوداع. عانق أمه وشقيقتيه وخالته وأيضا علي. لزوجته التي يحبها خصص وداعا حارا في غرفتهما. انطلقت السيارة تتسلق الطريق الترابية. لما بلغ باب برد بدت له العطلة لحظات سرعان ما انقضت. في ميناء طنجة كانت سيارته في جملة السيارات التي ستبحر في السادسة مساء. لم يكن في تلك الوجوه المنتظرة وجه يعرفه. لما نزل لاحظ أن سيارة رآها تمشي خلفه قبيل بلوغ الدردارة تقف مباشرة وراء سيارته. كانت مرقمة في بلجيكا. الذي يسوقها شاب بوجهه لحية كثة، وبرفقته شاب آخر حلق رأسه بالموسى. اجتازت السيارة التي أمامه نقطة التفتيش، ثم أشار إليه جمركي أن يتقدم. طلب منه جواز السفر وأوراق السيارة، ثم طلب منه أن يفتح صندوق الأمتعة. ألقى الجمركي بنظرة خاطفة، أشار إليه أن يغلق الصندوق. ثم جاء رجل لباسه كلباس الميكانيكيين، نزل تحت السيارة. كان يدق بعقب مفتاح براغي على أماكن مختلفة من أسفل السيارة، ثم طلب منه أن يركنها في مكان أشار إليه. لحق به من بدا رئيسه وأبلغه بأن السيارة تحتاج إلى مزيد من التفتيش. وكذلك تم إنزال كل ما كان فيها من متاع، كان فيها الكثير مما تنتجه أرض أجداده. وقف فريد على بعد أمتار، رأى ذلك الذي يرتدي لباس الميكانيكيين يزيل المقعد الخلفي للسيارة. في أسفله أشياء ثبتت بشريط لاصق بني اللون. ظن فريد أنها جزء من المقعد، ثم أنزل المسند وسمع الرجل الذي كان ينزع الشريط اللاصق يقول حشيش حشيش. جاء شرطي وأمسك به. اقتيد إلى مركز الشرطة في الميناء. كان يقسم أن لا علاقة له ولا علم له بما تم العثور عليه. سيعلم لاحقا أن ما تم اكتشافه كان يزن 6 كيلوغرامات. حكم عليه بالسجن 3 أعوام. لما أنهى عقوبته الحبسية في العام 2000 وقد أضاع وثائق إقامته في إسبانيا، عاد إلى دواره القريب من واد الملحة. قرر أن يجري تحرياته الخاصة، وقد خلص إلى أن الذي وضع الحشيش في سيارته لم يكن سوى ابن خالته علي، الذي تواطأ مع مستخدم في محل لغسل السيارات في ترجيست. سيعلم أنه قام بكل ذلك لحساب صاحب السيارة المرقمة في بلجيكا. قرر أن يقتله. أخذ مدية كبيرة وركب الحافلة إلى ترجيست. لم يمض إلى دار خالته، ولكنه ظل يترصد علي. بعد يومين رآه ينزل من سيارة على الطريق الرئيسية، ولعله فوجئ به لما ناداه. جرى نحوه، لم ينتبه إلى سيارة جاءت مسرعة. كان قد خطى 2 أو 3 على الإسفلت. صدمته بقوة ومات على الفور. بعد يومين كان فريد يتقدم المشيعين. لم يحكي لأحد عن الذي حدث. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.